اعتماد على المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالوادي الجديد وتخفيض الحد الأدنى بكفر الشيخ ل 248 درجة. اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ب 227.5 درجة بإدارة الخارجة التعليمية و 225 درجة بإدارة الدخلة و 200 درجة بالفرافرة و 204 درجات بإدارة بلاط التعليمية و 220 درجة بإدارة باريس. وفي كفر الشيخ وافق المحافظ اللواء علاء عبد المعطي على تخفيض تنسيق القبول في بعض مدارس الإدارات التعليمية بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 248 درجة بدلا من 254 درجة، كما تم تخفيض درجات القبول بالسويس إلى 223 درجة، وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور بهدف توفير فرص تعليمية أكثر عدالة.